ساعتين النهارده هيطلع من المنوفيه على طريق اسكندريه الصحراوي في اقل من ربع ساعه. ده الانفاق والكباري اللي على الطريق، اربع حارات، كل حاره من دول ستاندرد. نرجع تاني. ايوه للوحه اللي قبل كده. انا بس عايز اقول لو احنا سيبنا الارض الزراعيه اللي في دوائر النزول والصعود للطريق اللي هي قدام منكم ديت، كمان خمس ست سنين هنبص نلاقيها كلها عباره عن مناطق مبنيه غير مسيطر عليها. بنام بنعمل طريق وبنعمله مظبوط، من فضلكم اعمال نزع الملكيه احنا بنعوض الناس تعويض مناسب جدا، وبنديهم الاجراءات اللي كانت بتاخد قبل كده وقت طويل ما بقتش كده دلوقتي، فاحنا نعوض الناس والكلام ده كله يتزال وتبقى دي مناطق. حتى لو عايزين نعمل فيها حاجه، حتى لو عايزين نعمل فيها حاجه، تخطيط موجود معمول لها مظبوط، ما تبقاش كده بعد خمس سنين. وانا بقول لكم كده من اللي احنا فيه دلوقتي ده، المناطق اللي هي داخل الدوائر ديت هتبقى مناطق، انا اسف ان اقول، نمو عشوائي حوالين الطريق. ده كلام مش هينفع يا كامل. ارجو ان احنا نخلص الموضوع ونعوض الناس. حاضر يا فندم. شكرا. حضرتك اديت توجيه واضح، ان شاء الله هنراعي الكلام ده هوت في كل اللوبات اللي هي ممكن فعلا يحصل فيها تعدي مستقبلا. اللي بعد ده صور من الطريق الحمد لله بعد ما اكتمل. ادي بعد اذن حضرتك نرجع الصوره، ادي يا فندم ده نموذج من الانفاق اللي حضرتك كنت مهتم بيها جدا عشان تنقل الناس اللي من المزارعين من بيتهم الى غيطهم يعني. ونجد ان تقريبا في كل المدقات احنا عملنا كده. ده نموذج طبعا الحقيقه المشروع ده بيعدي يا فندم على اربع خطوط سكه حديد، اتعمل تقريبا اربع كباري على السكه الحديد فوق القاهره اسكندريه. برضه من فضلك نرجع للوحه اللي قبل دي. انا بس عايز كل اللي حاضرين دلوقتي معانا هنا والناس اللي موجوده في بتتفرج علينا يبصوا على عمق الاراضي الزراعيه وحجم التعديات اللي موجوده عليها. احنا تقريبا انا بقى يعني اذا كان الامر هيمشي كده على طول، طب ما نشوفوا ادرسوا الموضوع ونسمح بشكل او باخر، بدل ما يبقى تخطيط عشوائي كده او بدل ما يبقى نمو عشوائي كده. الكلام ده مش للنقل، الكلام ده لينا كلنا. احنا النهارده بالشكل اللي احنا فيه ده كمان 10 سنين هتبقى كل المنطقه المحيطه بالطرق ديت، وانا مش بتكلم عشان الطرق بالمناسبه، انا بتكلم عشان بلدنا. يبقى احنا رايحين ليه؟ هيبقى عباره عن نمو عشوائي، عايز صرف صحي مش موجود، عايز ميه شرب نقيه مش موجود، عايز شبكه كهرباء، عايز شبكه طرق ليه هو مش موجود. ده مش هينفع ان احنا نعيش كده. والكلام ده للدوله. الدوله يعني حكومه وشعب. يعني المحافظين، يعني وزارة الداخلية، يعني القوات المسلحة، يعني الإسكان. مش هينفع إن احنا نعيش ونفضل ننمو بالشكل ده مع كل الجهد اللي احنا بنعمله. لو الأمر محتاج إن احنا نعمل داخل القرى ديت بناء، طب ما ناخد احنا المبادئة ونعمل، وبدل ما هو طالع دور ولا دورين ومش عامل حساب البنية بتاعت الطرق والمية والتخطيط والكلام ده، ما نعمله له احنا ونعرضه للناس. فانا بس بحبيت اقول لكم الكلام اللي انتم شايفينه ده موجود على معظم الاراضي الزراعيه بتاعت مصر. اللي احنا بنوريه لكم دلوقتي او اللي انتم شفتوه ده هو ملوش علاقه بالموضوع يمكن، لكن هو ده لو اي حد خد طياره بطيئه كده ولف على المناطق الزراعيه هيجد حجم تعدي غير طبيعي. ودي ارضنا اللي احنا يعني فيها شبكه ري وصرف ومتكلفة مليارات. احنا كده بنفقدها وبنفقد قدرتنا في اجود انواع الاراضي. شكرا جزيلا.